حتى وهو يعلم أنه موشك على الموت يخشى أن ينتشر بين الناس خبر أنه في سارق سرق رجل فعل به معروفا، فيكون جزاء الأمر ما هو؟ انقطاع الخير بين الناس، الناس توقف وما تفعل الخير. فهذا هو الحال مع الناس أصحاب النفوس الرفيعة. هو فارس ليس لمجرد أنه ركب فرس، لا، هو فارس لأنه أخلاقه أخلاق فرسان. حصريا على الندى في رمضان. ليتك دوما.